إذا مشاهدين الصفحة الرسمية ديال قناة شو تي في، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. فريتما تطلعوا معنا مشاهدينا، فكنتواجدوا وإياكم بواحد القصة اللي هي شوية مأساوية. هاد الشابة اللي كتشوفوا معنا هذه أم الطفل واحد اللي في عمرها 30 سنة، قدر الله والزوج ديالها تعتقل وتحكم عليه العام ديال السجن النافذة. فهاد السيدة مسكينة اليوم ملك راه خرجها للشارع في ظل هاد الظروف، في ظل هاد الجائحة ديال كورونا. لا حول ولا قوة إلا بالله، مازالين هاد الناس اللي ما في قلوبهمش الرحمة. فباش تخرج أم هي وطفلها للشارع في هاد الظروف، العواشر وكورونا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كنظن هذا ما في قلبه لا رحمة ولا شفقة. كيف ما كتشوفوا حوايجها معاها، يعني النمرة ديال هاد السيدة هي في العنوان. الله يجازيكم بخير المغاربة الحرار، الناس اللي باغيين يحجوا، الناس اللي كانوا باغيين يمشيو للعمرة، الخير ها هو. الله يجازيكم بخير. اختي عاودي لنا شنو وقع لك بالتفصيل، شنو وقع لك باش خرج لك مور الدار والزوج ديالك مشى للحبس؟ صافي راجلي شدته في الحبس، وانا ولدي ما كناش ثمن ناكلو، جا مور الدار خرجني قال لي خرجني، وانا ما عنديش فين نمشي الله يرحم الوالدين عامين. فهاد السيده مسكينه راه ما قدرتش تهضر، يعني الابن ديالها تا هو في الشارع وما خصش نبينو له وجهه، ها هو الابن ديالها تا هو في الشارع. الله يجازيكم بخير الناس اللي كيشوفونا، الناس اللي متبعين هذا اللايف، بارطاجيو هذا اللايف. وش نقول لكم، الرقم ديال الهاتف ديالها، السيده راه كتبكي في الشارع لا حول ولا قوه الا بالله. كنظن انا هاد السيد اللي خرج، هاد السيده هذه خرج ام الطفل للشارع، فكنظن انا ما واش يديه النعاس واش ميت، لا حول ولا قوه الا بالله. كنظن بان لا انسان يصبر، راه الخير راه كديرو غتلقاه ليك انت لوليداتك. والله يجازيكم بخير الناس اللي متبعينا. هاد السيدة ما كتطلب والو، كتطلب اللي ينقذها من الشارع، والشارع راه ما فيه حتى حاجة مزيانة. هاد السيدة قال لك دوزت الحاجة القبيحة ودوزت كل شيء، ولقات ولد الناس اللي تزوج بها، فما بغاش ترجع لك الطريق، وعندها وليد. نقدوا هاد السيدة، الله يجازيكم بخير. اختي عاودي لنا الوليد ديالك، كيفاش كنتي عايشة دابا والزوج ديالك في الشارع، فعفوا في الحبس. كنت خارجه الطريق صافي، وتلاقيت مع هاد ولد الناس هو يديني ولد هاد الوليد، كنا كارين داك البيت ولاني ما كيخلصش مول الكام، واخا هكاك ما كيخلصوش، ما عندناش ما كيخرج كيخدم داك. لا يعني كنتو كتخلصوا غير فهاد 3 شهور اللي ما خلصتوش؟ ما كنتوش كتخلصوا؟ لا ما كانش كيخلص. ودابا خرجني ما بغاش يخليني نسكن، كارهي بيت في الطاق باش يجي هذا. شنو كطلبي اختي من الناس اللي كيشوفوك؟ الناس اللي فيا الوجه، الله يرحم لهم الوالدين. انا راه ما بغيتش ولدي يضيع لي كيضيع تاعنا، الله يسهل عليك. والله يجازيكم بخير. بيتي كوزينه هي فين مستر، ما خصني حتى حاجه. يعني هزيتي الحويجات ديالك معاك وما هادو؟ يعني حتى حوايجها ما خلاهمش يهزو، ما خلاوهاش تهزهم. والله يجازيكم بخير الناس اللي كيتابعونا، الناس المغاربه الحرار لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. الله يجازيكم بخير. ها النمره التليفون، نبغيو نسمعوا اخبار الخير على هذه السيده هذه، فرحوها ونتمنوا تفرحوها في العواشر. فإلى ما تضمناش حنا بعضياتنا